تفاصيل نقل الإعلامية السعودية سلوى الشاكر إلى مستشفى الملك خالد التخصصي. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. كشف حسام الحماد نجلي الإعلامية سلوى شاكر اليوم الاثنين عن تنويم والدته في مستشفى الملك خالد التخصصي، وذكر الحماد أن والدته ستخضع اليوم لعملية جراحية متمنيا لها الشفاء العاجل ولكل المرضى. سلوى شاكر هي زوجة الفنان الراحل عبد العزيز الحماد، وبدأت عملها الإعلامي كمذيعة وممثلة في آن واحد، ومن ضمن أعمالها برنامج مجلس الأطفال والمسلسل التاريخي الفارس الحمداني بجانب برامج إذاعية وتلفزيونية أخرى. سلوى شاكر من مواليد مكة وتبلغ من العمر 73 عام، وهي زوجة الفنان الراحل عبد العزيز الحماد وابنة أخ الأديب والمؤرخ السعودي فؤاد شاكر، ولديها 6 أبناء هم فيصل ومهند وبدر وبسمة وهالة ونجلها الأكبر حسام. وكان أول انخراط لها في الحقل الإعلامي خلال مرحلة الطفولة في برنامج الأطفال في التلفاز عام 1965، وأيضا شاركت بتقديم أوبرا الافتتاح في إذاعة الرياض عام 1384، واستمرت المشاركات بالإذاعة والتلفزيون. والدها عبد المعين شاكر كان الداعم الأساسي لها ويقدم لها الكثير من النصايح، وبعد تخرجها من الثانوية حصلت على فرصة لاستكمال الدراسة بأمريكا مع زوجها وتخصصت بمجال التواصل الإعلامي. كانت الانطلاقة الرسمية لها بعد تخرجها، وحيث عينت كأول سيدة موظفة بشكل رسمي، واقتحمت مجال التمثيل بالمسلسلات التلفزيونية فرسخت صورتها كإعلامية شاملة، وكرمت في العديد من المحافل كرائدة من رواد الإعلام السعودي.